سواء في اعلام، سواء في ناس مختصين في المجال في بالكورة، لأن المجال، الجمهور الكوره بيدعمكم. كل أنا حاجه. فاهم قصد حضرتك. واتمنى ان واذا واتحاد الكوره اتفقنا ان يبقى كلنا معانا في ظهرنا، والناس الحمد لله في احترام وفي حب معانا. وطبعا من خلالك طبعا يعني بشكرهم على ال البعض كان بيتكلم برضو على علاقتك باستاذ جمال علام النهارده، الصور بتوضح علاقه طيبه، علاقه محترمه. ما انا فالبعض بستغرب على الراجل معانا من ساعه ما قعدنا اول مره، وفي على توافق وعاملين نتناقش في كل حاجه. ما فيش اي حاجه خالص من اي حاجه، ما فيش اي مشكله حصلت في اي كلام، ولا جبنا سيره حاجه، ولا عملنا حاجه، غير ان احنا ازاي بنتفق الفتره الجايه على المعسكر، على الدوره الوديه اللي هتتعمل، على الماتشين اللي هيبقوا في شهر 6 مهمين جدا، على الاجهزه كلها اللي موجوده، على مين مناسب موجود. طبعا في اتفاق على الهيكل الاساسي اللي زي ما قلت لك للجهاز، بالظبط. مفيش اكتر من كده.